ومن تونس ينضم إلينا سيد بلحسن اليحياوي المحلل السياسي. سيد بلحسن، إذن لم يعد موقف الغنوشي يحتاج إلى تأويل، بل هو موقف واضح يخرج عن الموقف الرسمي التونسي. ما أهم الخطوط العريضة التي يمكن قراءتها من هذه التصريحات؟ نعم، رشيد الغنوشي البارحة في الحوار المعد بعناية على قناة تلفزية تونسية تقدم، يعني وضح رؤيته بالنسبة إلى المسألة، ووضح أن مساندته لحكومة السراج في ليبيا هو أراد أن يصور على أن هذا الأمر هو موقف الدولة التونسية الرسمية، رغم أنه قدم الكثير من التبريرات ليبرر هذه المكالمة الهاتفية التي جرت بين الطرفين. طبعا اتضح منذ البارحة أن السيد راشد الغنوشي قد لا يفقه تماما ما تعنيه مسألة الأمن القومي وما تعنيه الحدود الجنوبية، وهو حتى صرح أنه لا يدري ما هي قيمة قاعدة الوطية أساسا، ولا يدري لماذا كل هذا هذه اللغط حول أهمية قاعدة الوطية. الآن أراد من خلال حوار البارحة أن يصلح أو على الأقل أن يسد كل هذه الثقوب التي ظهرت في ليلة يعني الحوار في البرلمان يوم الأربعاء الفارط، ولكن يبدو أنه زاد الأمر صعوبة، على اعتبار أننا اليوم هو يطرح بوضوح أن حتى هذه الحكومة وعلى رأسها إلياس الفخفاخ لم تعد تمثل التجانس المطلوب من الحكومة. يعني هو يطالب بأن تكون مواقف الحكومة ومواقف البرلمان متماهية تماما فيما يخص كل القضايا، حتى تلك التي لا تعني التسيير الحكومي. إذن كيف سيكون موقف خصوم الغنوشي وحلفائه إثر هذه التصريحات، خاصة بعد إسقاط لائحة الحزب الدستوري الحر في البرلمان، وأخص هنا موقف حلفائه الذين أجبرتهم سياسة الغنوشي على الانضمام لمعسكر خصومه؟ نعم، الآن هناك يعني المعركة السياسية اتضحت تماما، وهي حول مواصلة حكومة إلياس الفخفاخ أو إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ أو تعديل حكومة إلياس الفخفاخ. حركة النهضة تنظر إلى حركة الشعب على أنها عدو رئيسي، وعلى أنها تقف في مواجهة حركة النهضة وهي لا تقبل به، على اعتبار أن حركة الشعب قد صوتت على اللائحة التي تدين التدخل الأجنبي في ليبيا. وهو الآن طبعا والمطالب حركة النهضة واضحة، هي تريد إدخال قلب تونس إلى الحكومة، وتريد إدخال ائتلاف الكرامة إلى الحكومة بمقابل إبعاد حركة النهضة حركة الشعب عفوا تماما عن الائتلاف الحكومي. هذا الأمر يبدو أنه لن يمر ببساطة، لأنه إلى حد هذه اللحظة لم يقع الفصل دستوريا في إمكانية إسقاط الحكومة التي يتولى رئيس الجمهورية تكليفها أو تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة. المسألة الدستورية ليست محسومة تماما، وتأويل الفصول الدستورية ليست محسومة تماما، وهو العائق الكبير الذي تعاني منه تونس في علاقة بقيام المحكمة الدستورية وأحداث المحكمة الدستورية حتى تفصل في مثل هذه المسائل. مفهوم. سيد بلحسن، حديث الغنوشي حول مصالح تونس في ليبيا، يعني ما عنوان تلك المصالح في عين الغنوشي وحركته؟ لا، يعني هناك مصالح عامة بالنسبة للتونسيين، هناك مصالح عامة وهناك كلمات عامة وعناوين عامة تتحدث عن إعادة الأعمار وتتحدث عن مسائل أخرى في الشقيقة ليبيا، ولكن المصالح بالنسبة إليه هي مصالح المنظمة الأم، مصالح منظمة الإخوان المسلمين، ومنظمة الإخوان المسلمين تحتوي السراج وتحتوي قطر وتحتوي تركيا، وتونس لا توجد في أولويات هذه يعني المنظمة، وبالتالي ليس هناك مصالح حقيقية دافع عنها الغنوشي في ليبيا. ما حدث هو العكس تماما، الميزان التبادل التجاري بين تونس وليبيا انخفض إلى أقل من 7 مثيلاته لصالح تركيا في الفترة الأخيرة، وعملية التبادل التجاري أصبحت لصالح تركيا في الفترة الأخيرة. فعن أي مصالح نتحدث؟ السيد راشد الغنوشي قدم عناوين عامة تتحدث عن مصلحة تونس في استقرار ليبيا، وبظنه وعلى حسب فهمه أن الحرب انتهت، وهي والأمر لم يكن سوى معركة حول قاعدة الوطية أو غيره. يعني هناك قصور نظر كبير بالنسبة إلى المصالح الاستراتيجية لتونس، في المقابل هناك تقديم المصالح الاستراتيجية للإخوان بصفة عامة على حساب تونس. سيد بلحسن اليحياوي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تونس.